الاستاذ كان عنده روح فكاهه ودعابه. يعني لو حكينا لكم انا ومحمد هاني عن القصص اللي كان بيحكيها لنا عن السجن ووجوده مع يعني عدد من طبعا استاذ سجن في عصر السادات في اعتقالات سبتمبر، ويعني قد ايه كان بيحول السجن الى روايه وحكايه، ويشوف فؤاد باشا سراج الدين، ويعني كان الحقيقه بيحكي لنا من هذه القصص في يوم من الايام طبعا هنحكيها. لكن ما يميز الأستاذ هيكل الحقيقة أنه حتى آخر لحظة، ويمكن هو ده اللي خلاه عازف في النهاية عن الاستمرار في حالة من المرض، فكان ما بياكلش في أيامه الأخيرة، لكن لأنه كان بيشتغل لحد آخر ثانية. قبل أي حلقة من هذه الحلقات كنا بنقعد مع الأستاذ هيكل مرتين، مرة يوم الحد ومرة يوم الثلاث، وكنا بنسجل يا الأربع يا الخميس، وكنا بنقعد كل حلقة كل جلسة حوالي من ساعة لساعتين. هو بيقول وجهة نظره، احنا بنطرح وجهة نظرنا ونبتدي نعد الحلقة. يجي يوم الثلاث يكون هو ذاكر وحضر مراجع وقرا وجهز اكتر مننا، يعني هو كان بيعد وخرايط وصور. ويعني الحقيقة انه يعني هذا الرجل الذي يعني عدد 90 من العمر كان بيذاكر كأنه صحفي مبتدئ، كأن احنا لسه في بداياتنا الصحفية. ولو كنت رحت له مش مذاكرة، لو كنت رحت له مش عاملة الواجب والهومورك بتاعي زي ما هو يتوقع مني، ده هو كان دايما يقول لي انت بتذاكري، لو كنت رحت له مش مذاكرة كنت اخاف منه واخاف من نظرة عينيه ان انت مش مستعدة يا لميس. لكنه هو علمني انه في كل الأوقات لا تستهيني بأي حد، كله يتذاكر وكله يقرأ ويقرأ ويطلع نوتس ويحط علامات على كتبه وعلامات على مقالاته وعلامات على، وكان بيجيله مراجع أجنبية حتى آخر لحظة، بيجيله مصادر أجنبية بترسله. سيدة جيهان مديرة مكتبه كانت تعمل معه، عملت معه سنوات طويلة طبعا، وكانت قبل الحلقات بتجهز كمية شغل. أنا ما شفتش حد كده كصحفي بقي وعاش حياته صحفيا دؤوبا بيذاكر كأنه أول يوم بيذاكر فيه.